السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أرحب بكم مرة أخرى وفي مادة المراسلات التجارية في المحاضرة الثالثة، حيث أننا في المحاضرة الثالثة سنأخذ الأجزاء الثانوية للرسالة The secondary parts of the business letter. ما هي The secondary parts of the business letter؟ هي مجموعة من الأجزاء الثانوية للرسالة، سنعددها كالآتي. المطلوب من عندك أنت تحفظهن وأيضا يعني تحاول تحفظ تعريفهن، لأنه لربما يجيك على شكل تعداد What are the secondary parts of the business letter، أو يجيك على شكل فراغات أو أي صيغة أخرى. المهم، ما هي الأجزاء الثانوية للرسالة؟ Number one، your reference، رمزك المرجعي. رمزك المرجعي ما مطلوب به تعريف، مطلوب به من عندك فقط تحفظ المثال مالته your reference. على سبيل المثال هنا AL/98/98 or reference RSLF/LF. إذا your reference اللي هو الرمز المرجعي الذي يعبر عن من هو صاحب الرسالة، مرجع الرسالة إلى من، رمز يعبر عنه. طيب الجزء الثاني اللي هو الميلينج انستركشن، تعليمات البريدية. شبيه التعليمات البريدية، any mailing instruction which have to be shown، أي تعليمات بريدية يجب أن يتم أظهارها، أين، on the envelope، فوق المغلف اللي هو ظرف الرسالة. طيب وبعدين should be typed on the letter immediately، ويجب أن يطبع على الرسالة فورا، above the inside address، فوق الانسايد ادريس، من هو العنوان الداخلي اللي سميناه عنوان المرسل اليه. طيب اكو examples، امثال او امثله عديده للميلينج انستركشن، تعليمات البريديه. مثلا هذه الرساله هي بيرسونال، شخصيه، اور سيكريت يعني خاصه، زين، سريه، اور برايفت، خاصه، برايفت، كونفيدنتال، زين، ايضا درجه من الخصوصيه، اورجنت، سبيشال ديليفري، توصيل خاص. هسه انا شريد من عندك الميلينج انستركشن، من تحفظ التعريف مالته اللي هسه انا شرحته لك، وياها تحفظ اثنين من ذني، بيرسونال وسكرت، كلش كافي، مو كلهم ذني تحفظين، اخاف صعب عليه. طيب نجي على الجزء الثالث من الاجزاء الثانويه للرساله. احنا جاي نحكي بالذا سكندري بارتس اوف ذا ليتر، اخذنا المين بارتس تذكروها التسعه اجزاء، الآن عفواً ثمانية أجزاء. الآن نأخذ ال secondary parts. التنشن لاين، التنشن لاين جزء التنبيه. نحن ما يقصد به خط التنبيه، جزء التنبيه. شنو هذا التنشن لاين؟ If you want a certain person، if you want a certain person to deal with the letter، the attention line is sometimes inserted between the inside address and the solicitation. إذا أردت أن تصل الرسالة إلى شنو، شخص ما محدد، زين، يتعامل مع هذه الرسالة. مثلا انت داس الرسالة الى شركة صناعية وتريد هاي الرسالة توصل الى شخص محدد في قسم محدد، زين لو لا، اذا في بعض الاحيان يجب شنو، الاشارة الى منو، الى الاتنشن لاين، وادراجه and inserted، يعني يدرج الاتنشن لاين وين مكانه يصير بالرسالة، between the inside address، ما بين العنوان الداخلي، زين، او عنوان المرسل اليه، نسميه انسايد ادريس، اند ذا سوليتيشن، والتحيه، اوكي، والسوليتيشن اللي هي التحيه، اوكي. على سبيل المثال انا رسالتي اريدها توصل الى مسز، السيده خوله القاسمي او القواسمي، اوكي. طيب هذا الجزء الثالث اللي هو الاتنشن لاين. الجزء الرابع من الاجزاء الثانويه للرساله اللي هو the subject heading. الجزء الرابع من أجزاء الرسالة الثانوية اللي هو the subject heading. انتبه عزيز الطالب، هذه التعاريف جدا مهمة، انت تشوفها صغيرة وقليلة لكن بيها فراغات، بيها صح وخطأ، كل أنواع الأسئلة موجودة بيها، وإن شاء الله أنا راح أعرفكم على شلون انت تنتبه الى السؤال وشلون تعرف الفراغ، وبحيث انت شنو ما تخطأ، لان هاي الاسئلة تخطأك ترى، اوكي. طيب
فانا اريد من عندك الانتباه، تيجي تقرا التعريف بتركيز، تشوفه انت سطرين وصغير لكن هو بيه كثير من التفاصيل، واحنا لغتنا انجليزيه، جاي ندرس مراسلات تجاريه باللغه الانجليزيه. هذا السبجكت هيدنج اللي هو موضع الرساله، عنوان موضع الرساله، شنو هذا بيه؟ هذا شوف راح اشرح لك اياه وبعدين انا اجي للغه الانجليزيه. هذا يعبر باختصار عن محتوى الرساله. خط سطر نقطه. اوكي، نقطه راس سطر مثل ما يقولون. هذا يعبر لك عن موضع يعني محتوى الرساله بشكل مختصر. ايش بيه هذا؟ The subject heading should be typed two line space below the solicitation. يجب ان يطبع هذا السبجكت هيدنج اللي هو عنوان او موضع، عنوان موضع الرساله، مختصر الرساله. زين، وين يطبع؟ two line space below the solicitation، بعد التحيه من تبدا الرساله، بعدها باثنين سبيس للاسفل، and maybe underlined. وبعض الاحيان يتم وضع خط شنو اسفله. على سبيل المثال example dear sirs our order number 2/99. يعني على سبيل المثال احنا جاي نقول له سيدي الرساله تتعلق بالاوردر مالتنا الطلب، احنا رسائل تجاريه عندنا طلب وعرض وشكاوي واستعلام. ها الاوردر مالتنا الطلب اللي هو نمبر ايش قد 2 رقم ايش قد 2/99، على مود يرجع له يعرف هذا الطلب ايش بيه، التفاصيل بعدين راح تنفتح. اوكي، هذا السبجكت هيدنج. طيب الجزء الخامس من اجزاء الرساله الثانويه، الانكلوزر. الانكلوزر اللي هو شنو؟ المغلف، الطرد. اوكي، طيب ار انديكيتد، يتم الاشاره اليه، ات ذا فوت اوف ذا بيج، بيلو ذا سيجنتشر، يتم الاشاره الى الطرد او المغلف شنو شوكت. زين، ات ذا فوت، في اسفل، يعني الفوت هنا مو معناها قدم، اسفل الصفحه الرساله، بيلو ذا سيجنتشر، بعد التوقيع. اكزامبل هذا الانكلوزر اللي هو الطرد، بعض الاحيان يعني يتم شنو؟ يتم ارفاق دوكيومنت بي، زين، وثائق، كتالوجز، كتالوجات، برايس ليست، قوائم اسعار، اتسترا والى اخره. احنا وين نشير لهم؟ نقول لهم يابا ترى عندنا انكلوزر طرد مع الرساله، زين، بوثائق، بكتالوجات، بالجزء الخاص بالانكلوزر، ار انديكيت ات ذا فوت اوف ذا بيج بيلو ذا سيجنتشر. اوكي عزيز الطالب، هذا الجزء الخامس. طيب ناتي الى الجزء السادس، كاربون كوبيز. كاربون كوبيز، طيب النسخ الكربونيه، ايش بيها النسخ الكربونيه؟ ستايل، تطبع at the bottom left hand، تطبع النسخ الكربونيه ويتم الاشاره اليها، وين يتم الاشاره اليها؟ at the bottom left hand، في اسفل الرساله في الزاويه منو الليفت، دير بالك جزء يجيب لك يا رايت، خطا، لازم شنو ليفت of the page. When copies are sent to people other than the recipient، عندما يكون هناك نسخ ترسل الى افراد في هذه الشركه الصناعيه، الشركه في الى هذا التاجر او الى هذه الشركه التجاريه، الى هذا المصنع الفلاني، الى هذه شركه التجهيز، عندما يكون هناك افراد يتم الاشاره اليهم، مثلا الرساله مالتنا احنا ندزها الى الشركه الفلانيه، شركه صناعات القطنيه، هاي رساله تجاريه ندز لهم، زين لو لا، والريد ندز الى قسم التسويق نسخه، وقسم الانتاج نسخه، وقسم التوزيع نسخه. اذا يجب الاشاره الى الكربون كوبيز، اوكي، النسخ الكربونيه. زين، are sent to people other than the recipient، عندما ترسل الرساله لافراد اكثر من شنو؟ من مستلم الرساله اللي هو الشركه. زين، عندما يتم ارسال الرساله الى افراد متعددين في الشركه المعنيه. اوكي اعزائي، هذا الجزء السادس. طيب الجزء السابع، بوست سكريبت. الجزء السابع اللي هو البوست سكريبت، الحاشيه. ايش بيها الحاشيه؟ الحاشيه البوست سكريبت الجزء السابع من السكندري بارتس اوف ذا لتر، ايش بيها؟ از ا بارت ادد تو ذا لتر، هي جزء يضاف الى الرساله، لذلك سميناها سكندري بارتس اوف ذا لتر، ثانويه. ات مي هاوفر كونسيست ا سيرتن انفورميشن، يعني هي بكل الاحوال لربما بها معلومات شنو ضروريه، ستيتمنت، عبارات ضروريه. Which special attention is drawn، يعني يجب أن يتم الإشارة إليها وكتابتها هذه العبارات. أوكي، فهذه هي البوست سكريبت. طيب
الجزء الثامن من أجزاء الرسالة الثانوية الانيشال الانيشالز الانيشالز على مود ناخذها بالجمع اللي هي الرموز الأولية. شنو هاي الرموز الأولية؟ اشرح لك اياها بالعربي وبعدين اقرا لك اياها على مود تفهمها. هي تعبر عن من قام بطباعة الرسالة وكتابتها بكل بساطة. ار تايب تطبع هذه الرموز، شوف هاي الرموز وين تطبع. ار تايب ات ذا ليفت كورنر تو ايدنتيفاي ذا رايتر اند ذا رايتر اند ذا تايبست تايبست يعني ذا رايتر اند ذا تايبست فور ذا فيوتشر ريفرنس. يعني تطبع هذه من اجل التعرف والرجوع، يعني التعرف على طابع الرسالة وايضا كاتب الرسالة من اجل الرجوع اليها شنو مستقبلا. اوكي اكزامبل اس اتش اس ام، هاي كلها مختصرات مال اسماء يعني لافراد قاموا بطباعة الرسالة. اوكي طيب، هذا الجزء الثامن الانيشلز اللي هي الحروف الأولية. الجزء الأخير اللي هو الكونتينيشن شيت، الكونتينيشن شيت اللي هي الكونتينيشن شيت نعبر عنها بتكملة الصفحات. أترجم لك إياها بالعربي وبعدين أنا أشرح لك إياها. الكونتينيشن شيت معناها أنه إحنا الرسالة مالتنا مو صفحة واحدة، أكثر من صفحة يصير. إيه نعم يصير في بعض الأحيان عندما يكون محتوى الرسالة كبير. اوكي فنضطر احنا نسوي الرساله صفحتين، يجب ان يتم الاشاره الى ان هناك صفحه ثانيه وثالثه في الرساله في حاله وجودها. اوكي طيب شلون هذا الكونتينيشن شيت؟ فور ليترز ريكوايرنج مور ذان 1 بيج ا كونتينيشن شيت ويل بي نيسيسري. فور ليتر لرساله ريكوايرنج تحتاج مور ذان 1 بيج، اكثر من صفحه واحده، ا كونتينيشن شيت ويل بي نيسيسري، تكمله الصفحه يجب ان يتم الاشاره اليه. وهذه كلها هذه الكونتينيشن شيت والانيشال وغيرها كلها اسفل الرساله. زين اذا شايفيها بالكتب الرسميه اللي تنطبع مال الدوله وغيرها اسفل الرساله جوه التوقيع مثلا مال المدير العام، هاي اكو دائما معلومات ثانويه، هي هاي الكونتينيشن شيت، وبعض الاحيان اسم طابع الرساله، وبعض الاحيان زين بوست سكريبت وغيرها. اوكي طلاب طبعا ذني بيهم فراغات، بيهم بعض الاحيان صح وخطا، وايضا هاني ان شاء الله بعد هاي المحاضره يعني راح اجيب لكم نموذج من هذه الرسائل على متطلع عليهم. بس احنا المهم هسه لازم نعبر فد مرحله، لانه احنا تعرفون يعني الوقت شويه داهمنا وبدينا متاخرين بالمراسلات التجاريه. زين فان شاء الله على مود نكمل الباقيات. دمتم في امان الله وحفظه اعزائي الطلبه، ولا تنسوا ان تقرأوا هذه الاجزاء الثانويه طبعا والرئيسيه اللي اخذناها سابقا بتمعن وبتركيز، لان فيها الكثير من التفاصيل، فيها تعاريف، فيها تعداد، فيها صح وخطأ، فيها فراغات، من أجل أن تكون متمكن في مادة الامتحان. تحياتي لكم أعزائي الطلبة، ودمتم بأمان الله مرة أخرى.